Bismillahirrahmanirrahim. أجري وليال عشر والشفع والوتر قسم لذيعك والفجر وليال عشر والشفع قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ابتلاه فقدر
الله أكبر الله عليهم أيها الله إلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما الله أكبر وتحبون المال حبا جما وجاء ربك والملك صفا صفا وجيه
الله
يقول أهلكت مالا وولدا
والذين كفروا